السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالأصدقاء الأعزاء، مرحبا بالمتابعين الكرام، مرحبا بالإخوة والأخوات والأسرة الكريمة وكل المتتبعين عبر صفحة الفيسبوك وعبر اليوتيوب. أنا عندكم واحد القصة زوينة زوينة بزاف عجبتني، وفيها معايير، فيها عبر وفيها معاني راقية وجميلة ممكن شخص ما يستفيد منها، وهذا هو الهدف بتاعنا. الهدف تاعنا أننا شخص ممكن شخص يستفيد، وكذلك نكثروا الخير ونكثروا الإيجابية في المجتمع. القصة أن في الجامعات الأمريكية اعتادوا وعندهم روتين وعندهم واحد العادة إيجابية رائعة، أنه بعد التخرج يجتمعون في منزل شخص ما، سواء أستاذ أو طلبة، أحد الطلبة بعد التخرج وبعد سنوات من العمل يجتمعون حتى يتدارسوا وحتى يتبادلون أطراف الحوار على كل نجاحات كل شخص منهم، سواء المادية، الوظيفية، الشخصية، الأسرية، الاجتماعية، وهلما جرى في جميع المجالات. واحد النهار جمعوا، اوكي، بدا كل واحد كي جمعوا دار الاستاذ، بدا كل واحد كيتحدث على النجاحات ديالو في هذه الجوانب المتعدده اللي تذكرت. هذا نجح، ضرب واحد الصفقه ناجحه، واحد حقق فيها واحد المدخول رائع، هذا نجح في المستوى العائلي، انه استطاع يجذب او استطاع يتزوج بالزوجه المناسبه ليه اللي كان كيحلم بها واللي كان كيبغيها، هذا حقق واحد المستوى اجتماعي معين في وظيفه او في اعمال اجتماعيه، اعمال خيريه، اعمال تطوعيه، وهكذا الى ما دون ذلك من النجاحات في مجالات متعدده. بعد كل هذا الحديث وبعد سيرة قصص النجاحات لكل واحد فيهم، خلاص ما بقى عندهم ما يتقال. هنا ساد صمت كبير في القاعة في منزل هذا الأستاذ العجوز، وبدأ الآن كل واحد كيخرج ما عنده. في الأول كنا كل واحد بغى يبان، وكل واحد بغى يسيطر على الحوار، بغى يقود الحوار، وكل واحد بغى يخرج كل ما أحسن ما عنده حتى لا يظهر على أساس أنه شخص فاشل. ساد صمت رهيب، والآن بدأ كل واحد يتأفف ويلوم وينتقد، ويصدر منه كثير من الأمور السلبية. هذا اللي كيهضر على ضغوط العمل، هذا اللي كيهضر على مشاكل زوجية، هذا اللي كيهضر على أمور اجتماعية سلبية، وكل واحد بدا كيعوم في البحر ديالو، تيخرج كل ما عنده من سلبيات ومن توترات ومن مشاعر سلبية تجاه شيء ما. مشى الأستاذ، غاب عليهم واحد المدة، فجاب معاه واحد الإبريق كبير من القهوة، وبطبيعة الحال معاه واحد الأكواب متعددة الأشكال ومتعددة الألوان ومتعددة المصادر. هاللي من المغرب، ندخلو حتى المغرب حتى هو، هاللي من المغرب في أكواب ديال الخزاف، وأكواب ديال الارتيزانة ديالنا، الحرف ديالنا، الأكواب الصينية الفاخرة، وهالأكواب الزجاجية، وهالبلاستيك والكريستال، وكل أنواع الأكواب اللي كتعرفوا في منتهى الجمال والتصميم وفي منتهى الروعة من ناحية الألوان. وبطبيعة الحال، هل باهظة الثمن؟ هل عادية؟ هل متوسطة؟ وهل مجرة؟ يعني مختلفة من حيث الأحجام والألوان والتصميم والثمن. هنا الأستاذ قال الطلبة ديالو، يلا ها القهوة موجودة وها الكيسان موجودين، يلا تفضلوا كل واحد يكب القهوة لراسو. بطبيعة الحال، في نظركم نتوما، هاد الطلبة شنو غادي يهزو؟ ما غيهزوش الكيسان الرخيصة، غيهزو الكيسان الغالية، غيهزو الكيسان اللي ملونة بألوان رائعة، غيهزو كيسان جذابة، غيهزو كيسان اللي التصاميم ديالها رائعة. طبيعة الحال نتوما معايا أنهم هادشي اللي غادي يوقع. قال لهم أستاذ، لاحظتوا أنكم تجنبتوا الأكواب الرخيصة والأكواب العادية، فبطبيعة الحال أن كل واحد فيكم غيتطلع لواحد المستقبل أفضل، غيتطلع لحياة أفضل، بحال هاد الأكواب، بحال الحياة ديالنا. اختيار ديالكم وقع على الأكواب الغالية والأكواب المصممة بتصميمات رائعة، وهكذا.
يعني ما وقعش الاختيار ديالكم على الاكواب الخايبه، الاكواب الالوان ديالنا خايبين، الاكواب الرخيصه، الاكواب العاديه، حتى في الحياه ديالكم هكذا الاختيار ديالكم طبيعه الحال غيختار على انك تبغي تحصل على وظيفه زوينه، تبغي تحصل على زوجه زوينه، تبغي تحصل على مكانه مرموقه اجتماعيا، تبغي تحصل على عده امور، صفقات مثلا ولا اي حاجه غتبغي انت تختار الطوب دو الطوب. وطبيعه الحال هذا هو اللي كيسبب القلق ديالنا، هذا هو اللي كيسبب التوتر ديالنا. بل اكثر من هذا، ان هاد الناس اللي كانوا هازين الاكواب راه كل واحد فيهم كان كيشوف الكوب اللي عند الاخر، خاف لا يتقولب، خاف ان هذاك اللي يكون هز واحد الكاس سمن ديالو. لاحظوا معايا ان كلهم كان وقع اختيار على الكيسان الزوينه، ومع ذلك كل واحد كان كيشوف الاخر شنو عنده، كان كيشوف الكاس ديال الاخر شنو عنده، ونسى انه راه هو عنده كاس غالي، لانه في الاول وقع الاختيار على الكاس الغالي، الكاس الزوين، الكاس الرائع، الجوده العاليه والتصميم العالي وهكذا. كذلك في الحياه كننساو داكشي اللي عندنا في يدينا، وكنمشيو كنركزين على داكشي اللي عند الناس، شنو عند هذا عنده ايخ، هذا شنو دا، هذا شنو عنده، هذا عنده زوين، هذا عنده كذا، وهكذا تبقى تقارن داكشي اللي عندك انت مع داكشي اللي عند الناس، وهذا اللي يخليك انك دائما ما مفرحانش بداكشي اللي عندك، ما راضيش بداكشي اللي عندك، ما حامدش الله بداكشي اللي عندك، وما مستمتعش بداكشي اللي عندك. انت دائما كتشوف الناس اشنو عندهم، هذاك عنده وانا ما عنديش، هذاك ربح وانا ما ربحتش، هذاك توظف وانا ما توظفتش، هذاك ما عرفتش شنو داير وانا ما دايرش، وهكذا تبقى تكون واحد المقارنه سلبيه اللي ما عمرك غتستافد منها وما عمرك غتربح منها حتى شي حاجه. اوكي، وهكذا تماما بحال هذا الكاس القهوه وبحال هذا الكيسان، بحال هذا القهوه وبحال هذا الكيسان. الاساس هو انك تشرب القهوه، ماشي تشربه في كاس غالي ولا رخيص، الاساس هو تشرب القهوه، الاساس هو تستمتع بلحظاتك بشرب القهوه، ماشي بالكاس وماشي شنو عند الناس. اذا ما تنساش انك تعيش الحياه بداكشي القليل، بداكشي اللي عندك في يديك انت، استمتع بداكشي اللي عندك انت ولو القليل، القليل تكبره في عينيك وتكبره في قلبك ويكون شي حاجه كبيره تستمتع به، عكس انك تبقى تشوف داكشي اللي عند الناس، ودائما داكشي اللي عند الناس ما هو اجمل من داكشي اللي عندك، هو احسن من داكشي اللي عندك، لانك انت داخليا ما راضيش. والرضا عن الذات والرضا الداخلي شيء رائع جدا، شيء مهم بزاف الا بغينا نتطوروا في الحياه ديالنا. هذه كانت القصه ديالي، وكانت المعنى ديالها معنى رائع جدا، ومعنى تقدر تستافد فيه في الحياه ديالك الشخصيه والعمليه كذلك. لذلك نصيحتي، استمتع باقل شيء ما عندك، استمتع باقل امور عطاها لك الله. فاللغز او السر هو في الرضا، الرضا بداكشي اللي عندك، سواء قل او كثير، كان قليل كبره في عينيك وكبره في قلبك غيولي زوين، كان كثير احمد الله واشكره، ولئن لشكرتم لأزيدنكم. تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.